احنا بنلوم الامارات وبنلوم الدول اللي عم بتوقف معاها، من حالنا نلومهم لانه احنا فعلا مثل ما حكوا الرفاق، شو قدمنا لكم احنا الشعب الفلسطيني تولى العمل في رفع كل دول الخليج من 48 حتى الآن، وكلهم بيقروا وبيعترفوا بأنه العامل الفلسطيني هو أنشط عامل موجود في دول الخليج، وأخذوا منهم وعلموهم القراءة والكتابة والقيادة وكل شيء. هلأ بعد ما هن قويت شوكتهم شوية بوقفة ترامب معهم اللي هددهم وقال لهم وجودكم عبارة عن أسبوع زمان إذا تخلينا عنكم، عم بيهددهم وهن فعلا خافوا وعم بركضوا وراه. اللي بدك إياه، بدك أموال خود، بدك اتفاقيات، شو اتفاقية سلام بعملها ترامب مع نتنياهو مع الإمارات؟ في شغلات إحنا كيف ننجبها؟ يعني الإمارات كانت تخاف طول عمرها أنه والله في عندها فلسطينيين فوق 400,000 إنسان، لك هذول مفروض بغيروا كل المجتمع بالإمارات، ليش ما يكون لهم دور؟ ليش ما تكون الفصائل على اتصال مع كل هؤلاء حتى يكون لهم دور فعال في ثني أي دولة ستلحق في الإمارات؟ إمتى كانت إيران عدوة لدول الخليج؟ إيران اللي ليش عم بيعادوها؟ هلأ إحنا بنشكر إيران على مواقفها بالوقت اللي كمان هن عندهم مشاكل اقتصادية ضغطت عليهم أمريكا، ضغطت عليهم دول الخليج، عم بتجمع حلف كامل ليقف في وجه إيران ويثني إيران عن موقفها في دعم القضية الفلسطينية. إحنا صارنا هلأ إيران هي العدو؟ إحنا مقتنعين بأنه المقاومة المسلحة هذه ترعب إسرائيل ومن يشد على يدها. إخوتي، يعني وضعنا مؤلم وقضيتنا بخطر. صح أن شعبنا جبار ومؤمن بقضيته وجاهز لبذل الدماء والتضحيات في سبيل قضيته، بس احنا كمان بدنا قيادة تتحمل هذا الشعب وتقود هذا الشعب. والله بدها انتفاضة، بدها زيادة في حمل السلاح، بدها زيادة في حمل السلاح.